أنس جابر فانز Around the World. رحبوا بكم وباش نحكيوا في الفيديو ذاي مع بعضنا على أهم لي تويت اللي شفناهما بعد النهائي نتاع اليوس أوبن. برشا مواقع إخبارية ومجلات إلكترونية ورياضيين كبار وجهوا تويتات الأنس جابر باش نشوفوا احنا توا في الفيديو ذاي أهم التويتات هذية. مراد بالحاج من تونس نعاود نرحب بكم من جديد ونقول لكم يلا ننطلقوا في الفيديو نتاعنا. باش نبدا بالطبيعه بالتويته نتاع أنس جابر هي نفسها. بعد الماتش أنس جابر هبطت زوز تويتات وجهته للمشجعين والفانز نتاعها وشكرتهم على زوز اسابيع اللي باش يقعدوا في الذاكره وتشجيعاتكم ليا كانت ثمينه ومستنى وقتاش نعاود نرجع لليوس اوبن. وفي تويتة أخرى شكرت الجهاز الفني متاعها وقلت لهم باش نرجعوا بشكل أقوى وما عنديش حتى شك في هذا. تويتة هبطتها قناة بين الإخبارية وقالت اللي في تصريحات حصرية للقناة والتصريحات هذه هبطناها لكم في فيديو سابق. قالت اللي أنس جابر عبرت على العزم متاعها باش تتعلم الأخطاء اللي ارتكبتها في نهائي البطولة وأكدت سعادتها بالارتقاء للمرتبة الثانية عالميا وطموحها لاستكمال العمل بقوة في عام 2023. مارتينا نافراتيلوفا اللي ريناها في موكب تتويج في النهائي هنأت الزوز لعبات وقالت عليهم اللي هما أبطال واللي هما يمثلوا نموذج ومصدر إلهام للبنات والأولاد في كل مكان. وقالت زادة اللي التنس النسائي في أيدي أمينة. مجلة الإلكترونية توب 5 مانجمنت قالت سباق آخر تاريخي ومتميز لأنس جابر في نيويورك وأكدت على أن أنس جابر باش تعود وباش تتحصل على البطولة. فيرست سبورتس تينيس في موقعها الإلكتروني علقت على الصورة اللي مثلت ترند كبير ودارت العالم الكل، صورة أنس جابر وهي تصلح في الكول تاع السيرفيتمون تاع إيغا تشفيونتاك ومن بعد كيفاش انهارت بالبكاء في الفيستيار. قالت هذا هو الجانب الصعب في الرياضة واتمنت لها وانها تتحصل على الكاس في القريب العاجل. موقع تينيس الامريكي تمناه وقالوا الأنس وانها باش تتحصل على لقب كبير قريبا. في حين الموقع الرسمي المنظمة WTA هبت زوز تويتات وقال فيه وانه إيغا جيونتاك وأنس جابر هما احسن زوز لعبات في العام هذايا. وأكدوا في تويتر ثانية وأنه منذ 2021 وإلى الآن فأنه أنس جابر وإيغا تشفيونتاك هما اللي قودوا التنس النسائي العالمي، إذ أنه أنس جابر تمكنت في المدة هذه مدة العامين باش تنتصر في 92 مباراة وهو أكبر عدد من الانتصارات في التنس النسائي في العامين هذوما، تليها إيغا تشفيونتاك اللي ربحت 90 مباراة في العامين هذوما. هما اللي مسيطرين على التنس النسائي العالمي وذاك علاش استحقوا باش يكونوا هما اللاعبتين رقم واحد ورقم اثنين في العالم حاليا. اما موقع الرسمي لدورة رولان غاروس فانه منساش أنس جابر وتنبأ لها بانه وقت حصولها على تيتر جراند سلام قريب يجي. نمشي وطول المواقع والمجلات والجرائد العربية. موقع المصري الرياضي هبت تويتر وكتب اللي أنس جابر بعد خسارة أمريكا المفتوحة قالت وأنها باش تواصل العمل حتى تتوج بلقب في الجراند سلام. أما موقع رؤية الإخباري فأنه كتب وأنه دموع مكبوتة ورسالة من وزيرة السعادة أنس جابر تحدد أهدافها بعد خسارة النهائي الثاني في البطولات الكبرى. مجلة خبري في موقعها الإلكتروني كتبت وأنه بعد خسارة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس أنس جابر قالت وأنه الهزيمة صعبة ولكن لن أتوقف عن الكفاح.
وكملت أقالتها، وأنها قعدت مدة طويلة حتى لين تحصلت على أول لقب في صنف الاحتراف، وربما باش يستغرق زادة شوية وقت حتى نتحصل على أول لقب بطولة كبرى، ولكن هذا ما يمنعش واني باش نكون صبورة واللقب جاي جاي. موقع العربي الجديد كتب أنه نجمة التنس أونس جابر وجهت رسالة للجماهير اللي دعمتها في دورة أمريكا المفتوحة، كذلك بعض اللاعبات الكبار من القدم ومن الجدد بعثوا تهنئة لأونس جابر والإيغا جفيونتيك، منهم جابرييلا ساباتيني اللي هنئت البولندية باللقب متاعها، وهنئت أونس جابر كونها تمثل مصدر إلهام كبير وأنموذج للشباب. كذلك اللاعبة فيكتوريا أزارينكا اللي نعرفوها وأنها من صديقات اللاعبة أونس جابر قالت لها: أونس أنت الأفضل وبقلبك الكبير اللقب قريبا باش يكون من نصيبك. اللاعب الدولي السابق طارق ذياب هبت تويتر وكتب فيها: أونس جابر صناعة تونسية خالصة، قامت بتضحيات كبيرة في السنوات الأخرى وتطورت برشا، وهي تقدم المثال لوين تنجم توصل المرأة العربية. كذلك زميله في قنوات بين سبور أيمن جادة هبت تويتر وقال فيها: صحيح اللي أونس جابر خسرت النهائي الثاني على التوالي، لكنها ثبتت ساقيها بين أكبر اللاعبات التنس في العالم، وبلوغها زوز نهائيات متتالية في الجراند هو أمر استثنائي بالتأكيد. أخيرا زبير بيا نعرفوه من كبار المشجعين متاع أونس جابر هبت تويتا تعليقا على تويتة اليوس أوبان. اليوس أوبان هبتت سابقا نهار 10 سبتمبر تويتا وكتبت لها فيها: تورنمنت تو بي براود اوف أونس جابر. علق زبير بيا على تويتا ذي وقال لها: ونحن كذلك. هكا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، مرة أخرى نشكركم على المتابعة ونتقابلوا إن شاء الله في الفيديو القادم.